مع دخول فصل الصيف تبدأ الحرارة بالارتفاع المستمر لتصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية. في هذا التقرير نستعرض لكم طرق الوقاية من حرارة الشمس. مع ارتفاع درجات الحرارة وانبعاث أشعة الشمس الحارقة، هناك بعض الأساليب والطرق يجب اتباعها لتفادي أضرار الشمس الحارقة. ما أن يدق فصل الصيف الباب حتى تنتابنا مشاعر مختلطة ما بين فرحة بهجة الألوان وبين الخوف من الإصابات التي تنتج عن حرارة الشمس العالية. تختلف مشاعرنا كما تختلف قوة احتمالنا لتداعيات الصيف بين حر وقيض. وسط أشغالنا التي تجبرنا للخروج في حر الصيف، ما يعرض بعضنا للإصابات كالحروق الجلدية. الشمس برغم فايدتها، لكن التعرض لها في الجو الحار ممكن يصيب الإنسان ببعض الأضرار، منها حروق من الدرجات المختلفة على الجسم حسب فترة التعرض وحسب درجة حرارة الشمس. كمان التعرض للشمس والجو الحار ممكن يسبب فقدان سوائل من الجسم، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى إجهاد حراري أو يؤدي إلى ما يسمى ب الهيت ستروك أو ضربات الشمس، اللي هو الآثار الجانبية لها من الجسم من التعرض لحرارة الشمس. الوقاية خير من العلاج، فيجب علينا جميعا اتباع أساليب الحماية التي يمكن أن تقينا من الإصابات وضربات الشمس الحارقة وفقدان السوائل. ينصح بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة والحرارة الشمس الشديدة لفترات طويلة، وخصوصا في الوقت اللي بتكون فيه حرارة الشمس مرتفعة. في نفس الوقت لو في اضطرار للخروج في الأماكن المشمسة وفي الوقت الحار، لازم يعني استخدام المظلات، استخدام الكريمات اللي ممكن تقي من أشعة الشمس. في نفس الوقت برضو تعويض السوائل بالنسبة للعمال اللي هم بيشتغلوا في والأملاح اللي بيشتغلوا وبيتعرضوا لدرجات حرارة عالية. أيام الصيف اجعلوا منها أياماً للاستمتاع بروعة الشواطئ والرحلات الخارجية، ولكن بعيداً عن أضرار أشعة الشمس الحارقة، من خلال اتباع أساليب الوقاية والحماية منها.